بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا أعزائي المشاهدين. حابين نتكلم النهاردة عن شجرة السدر أو النبج، وإزاي نزرع منها شجرة تانية عن طريق العجلة. أنا كنت جربت الطريقة وعندي شجرتين في البيت. دي شجرة عمرها حوالي 4 سنوات أهي، والموضوع سهل جدا، مش محتاج تعقيد. هوري حضراتكم ازاي نختار واحدة او اتنين ونقلمها ونزرعها، وعايز اوريكم فوائد الشجرة هذه يا جماعة. لو تسمعوا عن عسل السدر، اغلى عسل في العالم، ان بيجي طبعا النحل ويتغذى على الزهور اللي حضراتكم شايفينها امامكم دي. مش عايز اقولكم طبعا حتى لو كلناها احنا اكل، يعني فوائدها جبارة. بيجي النحل يتغذى، ده النبج اهو لسه في اول تكوينه البذور، ودي اللي هي التفاحي النبج الكبير، وعندي واحدة تانية من النبج الصغير البلدي بتاعنا. دي كانت مهجنة مطعمها انا، وان شاء الله فيديوهات جديدة تانية هبقى اوري حضراتكم ازاي تطعيم شجرة السدر او اي شجرة. ان شاء الله الموضوع سهل جدا. ففوائد الشجرة دي عظيمة جدا، ويعني اتمنى كل واحد يكون عنده شجرة على الاقل في بيته. انا كان عندي يمكن 40 واحدة، طلعوا شتلات صغيرة، فطبعا أنا زارع أساسا، فاللي بيطلع بشيله أو بنقله أو بدي من أصحابي وأخواتي الأعزاء. إذا تكلمنا عن فوائد الشجرة وظهورها إزاي بتطلع، وإن النحل بيجي، يعني لازم تعرفوا إن الشجرة دي قيمة جدا، بما إنه عسل السدر بيطلع من الزهور اللي حضراتكم شايفينها دي. هنيجي دلوقتي، أهي شجرة عمرها حوالي 4 سنوات. أنا هنبص ازاي نختار برعم او عجلة. عندكو دي مثلا اهي براعم ممتازة، يعني لازم تختاروا فرع يكون قوي وبين انه منبت وتزهيره كويس. وعندنا هذا كمان اهو ما شاء الله كبير ورائع. فاحنا دلوقتي هنيجي ناخد لنا اتنين زي ما قلنا من فرع يكون كويس ومتين. هذا مثلا فرع كويس خالص اهو، شوفوا يا جماعة، يكون معدي 30-40 سنتي مثلا اهو. ولما تيجي تقص تقص من جنب اهو، في بزوز طالعة، نيجي من تحتها بالظبط ونقص من هنا، وبعد كده نشيل الزيادات دي للورق. ليه؟ عشان يطلع معانا الجدر والتجزير من الحتة دي ان شاء الله. نيجي اهو، ده أول واحد. على فكرة ممكن قبل ما اقص اقلمه بالمرة يا جماعة، لأن معلش أنا شايل الموبايل في إيدي اهو. بنقلم حضراتكم شايفين، نيجي هنا ونقلم اهو، موضوع سهل. تمام اهو، نخلي ورقة او بلاش، نشيلها افضل عشان ندي قوة اهو. تمام، اصبح عندنا العود فارغ وجاهز للزراعة. هنيجي هنا اهو، قلنا من هذه مثلا، ونيجي عليها كده ونقص. بسم الله اهو معنا العود. نيجي للتاني، انا اخترت واحد كبير اهو طالع لغاية فوق خالص. هنا هنيجي برضو نخلي طوله مثلا اهو حوالي 0.5 متر. هنقصه الاول من عند حتة زي ما قلنا اهي كده، نجيبه معانا. تمام يا جماعة، نشيل الزيادات دي كلها. تمام، اصبح كده جاهز. نخلي ورقة من فوق. بسم الله، نيجي هنا. شوفوا يا جماعة، معانا عجلتين اهي واهي، جاهزين. الواحدة اهي زي ما قلنا حوالي مثلا
طويلة حوالي نص متر. بنيجي هنا زي ما قلنا اهو، بنجزها من الحتة هذه عشان البرعم يطلع معانا من الحتة هذه اهو. هذا هنا التجزير عشان يطلع الجذور معانا من القطعة هذه، وهذا اصغر منه شوية اهو. تمام، نفس الشيء بنيجي اخذناه من الحتة اللي جنبيها، انبات هنا في بزوز طلعة، تمام، عشان تعمل معانا جذور ان شاء الله في الحتة هذه. انا الطريقة الكويسة ان احنا نجيب خرطوم زي هذا اهو، خرطوم كبير، وعملت به حفرتين وشلت الرملة منهم، تمام، مقدار كده مثلا اهو بتاع 15 سنتي. الحتة اللي هي ايه هتنزل اهي في الارض، يعني احنا ننزل لغاية هذه عشان هذا كله يبقى معانا تحت يحاول يعمل جذور، تمام. وهذه اقل شوية، هننزل القطعة هذه مثلا تحت، وهنيجي نشوف بعد شهر اسبوعين لشهر ان شاء الله اوري حضراتكم مستقبلا ازاي ان وضعهم اصبح مختلف تماما. اهي بننزل، وهذه يمكن يعني ايه بزيادة كمان، فاحنا نحاول ايه ما ننزلهاش للاخر، يعني هذه كده انا شايف انها مناسبة جدا، تمام. اهي يا جماعة الزراعة سهلة ولذيذة، وبتحس ان انت بتشغل وقتك في شيء رائع، ولما تشوف ان النبات بيطلع قدامك بصراحة قمة المتعة، وبالذات الشجر المثمر والاشجار الزينة، يعني ليها مذاق تاني يا جماعة ان انت تشوف الشجرة قدامك بتنتج وبتكبر. ده كله اهو جاهز انه يطلع معانا، تمام. هنيجي للتانية الكبيرة اهو زي ما قلنا، الحتة اللي فيها اخر عقلة او جسر، هننزل بسم الله، تمام. طبعا مش عايز اقولكم يا جماعة يعني بعد ما تبدأ تنتج معانا اوراق وافرع جديدة عادي جدا ممكن تسحبها برملتها وتشوف عملت جذور، وطبعا طلعت من فوق يبقى الموضوع عملته صح. عايز تنقلها نقولها، يعني مش قضية لما عايزين تنقلوها في حتة تانية، لأن جذرها بيكون لسه صغير، بس تحاولوا ان انتوا ايه ما تسقيهاش على طول، اول ما تنزلها في تربة جديدة يا دوب تنديلها تنداية، لانها بتكون خلاص تعودت على الارض اللي هي فيها. كده اصبح معانا الشجرتين العجلتين مزروعين، ان شاء الله اوري حضراتكم خلال الاسبوعين الجايين الوضع. هنديها شوية مية حواليهم هما الاثنين، تمام، نسهل لهم الأرضية بس، إن الأرض دايما بكون مجهزها. خلاص أصبح معانا العجلتين مزروعين وما فيهمش أي مشاكل، وزي ما قلنا النبج سريع جدا في الإنبات واستخراج الأفرع والبراعم الجديدة. وازرعوا ازرعوا يا جماعة، أنا أي حد قاعد وبيحس إن عنده وقت فراغ كبير على الفاضي ازرع، ما تضيعش وقتك هباء، الزراعة شيء رائع، وبعدين في بركة إن أنت يعني عندك الشجرة دي لما تنتج والنبج يبقى كتير جدا، وتروح تزور حد يعني أو تاكل منه أنت والأسرة، يعني إحساس رائع بصراحة. وهي التانية اللي بقول لحضراتكم عليها، بس يعني إيه البلدي بيطول وضعه غير زي كفارس، اهي التانية اللي قلت لحضراتكم عليها، بس يعني مش بنفس قوة الاولى. وعندي حوالي 40 شجرة من اللي ممكن ناخد منهم عجل، هوري حضراتكم ازاي نطعم ونزرع بالعجل والتهجين والتطعيم، وكل فيديو جديد ان شاء الله اوري حضراتكم القديم ازاي انتج معانا وبدأ يطلع. نشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله. كان معاكم أخوكم نعيم حجاب. لو أول مرة تشوف الفيديو نتمنى الدعم والاشتراك، ونشوفكم معنا في القناة، مرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.